الله وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير. حكم السفر يوم الجمعة، أنا الآن في الطيارة قبل صلاة الجمعة ولا راح أستطيع أن يصلي صلاة الجمعة، هل يجوز الواحد أن يسافر يوم الجمعة ويعلم أنه ما راح يصلي صلاة الجمعة؟ أنا ما تعمدت أن أترك الجمعة، لأن بعض العلماء قالوا بالتحريم وهذا قول الشافعية، وبعضهم قالوا بالكراهة قول المالكية، والصحيح والله أعلى وأعلم قول الحنفية، واختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والزبير وجمع من الصحابة، واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين أنه يجوز الإنسان يسافر يوم الجمعة ولا حرج. بل روي عن عمر بن الخطاب شاف واحد يجهز أمتعته وما سافر، قال عمر ما منعك من السفر؟ قال يا أمير المؤمنين ما منعني إلا الجمعة، لولا يوم الجمعة لا سافر. قال عمر سافر، لأن الإنسان يجوز أنه يسافر. لكن الآن سؤال، هل الجمعة صليها جمعة تصليها ركعتين ظهر وأنت مسافر وتجمع مع العصر ولا حرج إن شاء الله تعالى؟ فيجوز السفر يوم الجمعة، وهذا قول أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللي خلاني أتكلم بهذا أيضا واحد الموظفين جزاه الله خير في المطار قال لي أبو فلاح فيصل مو في نهي أن الواحد أن يسافر يوم الجمعة؟ قلت له ما في نهي، الصحيح قول الراجح بالجواز مطلقا أنك تسافر يوم الجمعة ولا حرج إن شاء الله تعالى، لأن الذين قالوا بالتحريم قال يوم الجمعة في صلاة جمعة شلون تسافر وتخليها؟ أنا ما تعمدت، أنا عندي ظرف طارئ والأسعار تذاكر غالي، الوقت هذا رخيص، أخذ أحجز وسافر ما في حرج. ما تعمدت أني أسافر عشان ما بيصل الجمعة، ما أظن أن بعض الناس ممكن يتعمد هذا الشيء. فالمسافر إذا أراد السفر وجهز نفسه يسافر يوم الجمعة ولا حرج إن شاء الله تعالى. لكن الإشكال في مسألة أن كما قال شيخنا الشيخ بثيمين أن بعض الناس سافر بعد الأذان الثاني، بعد الأذان الثاني الجمعة، هذا اللي ما يجوز خاصة الأذان الثاني أذان الجمعة تروح تصلي، لكن واحد طيارته بالوقت هذا على الأذان الثاني الساعة 12 بعد الأذان الثاني بدقيقة يمكن، هذا ما عليه حرج لأنه ما إشكال في التعمد. أنا حجزي على الساعة 12 الإقلاع ولا راح أقدر أصلي صلاة جمعة، عادي وما في حرج، أعقلها وتوكل وسافر على صلاة تعالى ردك جميلة. وقتها إذا وصلت الديرة اللي رايح فيها تصلي ها ظهر ركعتين وتجمع معاها العصر، واضح؟ إذا أنا مقيم وتأخرت الطيارة وعلى بني بسافر راحت على الجمعة ما صليت، إذا أنت مقيم في البلد تصليها أربع ركعات ظهرا، لكن أنت مسافر أصليها كيف؟ أصليها ركعتين بنية الظهر وركعتين بنية العصر والله أعلى وأعلم، واضح؟ طيب إذا أنا مسافر صليت الجمعة وصلت ديرتي وصليت الجمعة البلد اللي مسافر لها ما تجمع معها العصر، وهذا قول الجمهور، هذا قول الصحيح والراجح. في الحالة هذه الجمعة تصليها مع الجماعة، إذا كنت جالس تسمع الخطبة لا جاء وقت صلاة العصر صلي العصر في وقت ركعتين، واضح؟ فإذا ما صليت جمعة صليت الظهر ركعتين تجمع معها العصر، ولو كان في صلاة جمعة أصلا قضيتها صلاة الظهر تصلي ركعتين ظهر. الأشكال على بعض الناس أن الجمعة لا يجمع معها شيء، نعم بس أنت ما صليت جمعة صليتها ظهر، أنا مسافر ما أقدر أصليها جمعة، مو مشكلة تصليها ركعتين ظهر بعدين تجمع معها عصر ركعتين. أما إذا صليت جمعة بنية جمعة خطبة قعدت الخطبة وحضرت الجمعة مع الجماعة هني ما تجمع معها العصر، وهذا قول الجمهور والله أعلم وأعلم. وأسأل الله تعالى يعني أن يوفق كل المسافرين لإقامة شرعه، والواحد المسافر يكون معاه شيء من الدين، وكلكم أهل الدين إن شاء الله تعالى، على الأقل يتميز بدينه ويعتز بدينه. بعض الناس يترك الصلوات، واحد أمس كلمني جزاه الله خير يقول أنا ما أصلي بالفندق لأن الطاولة أو الميني بار موجود، ولو كان في خمر ثلاجة ما يمنعك من الصلاة، تصلي معها ما في حرج إن شاء الله تعالى. طبعا تقول حق هاوس كيبينج أو تنظيف غرف يشيلون الخمر، ما شاء الله الصلاة صحيح ولا حرج إن شاء الله تعالى، لكن لا تعطل صلاتك بحجة تعالى نرد مسافرين إلى بلاده ردا جميلة، ويحفظ البلاد والعباد، يعصمنا من الفتن ويعصمنا من الوباء ويعصمنا من الجذام، قول آمين. واكتب من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، صلاتكم تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.